اهلا بيك دكتوره، اهلا دكتور عمر. شرفتيني وسعيد بوجود حضرتك جدا معايا. انا اسعد والله. اولا حضرتك اخترتي ليه يعني مجال الطب الشرعي عشان تتخصصي فيه تحديدا؟ الحكايه اللي بحكيها على طول في حياتي انه يعني الطب الشرعي بالنسبه لي كان ملجأ بعد ما حسيت كده انه الطب نفسه اللي بيبقى فيه عيانين بيعانوا بالنسبه لي مجهد نفسيا جدا، وان المردود اللي بيجي من علاج العيانين بيبقى بطيء جدا، ابطأ بكتير من الطب الشرعي. الطب الشرعي بتحس انك بتعمل اثر سريع فنفسيتك بتبقى احسن، فهو بالنسبه لي بيشكل ضغط نفسي اقل بكتير من التعامل مع ياه اقل بكتير. يعني بعد دخولك مجال الطب الشرعي هل اكتشفتي مثلا اشياء ما كنتيش تتوقعيها؟ اكتشفت حاجات كتير جدا، وكل بقى لما يعني بتزيد خبرتك بتكتشف اكتر. زي ايه؟ تكتشف انه المسألة ما هيش 1+1=2، وانه مش اي واحد واقف في دار التشريح هيطلع نفس النتيجة، وانه بتفرق جدا طبيب شرعي عنده ودن يسمع بيها عن طبيب شرعي بيعتمد بس عن 1+1=2. وبتكتشف كمان ان الناس عندها قابليه للعنف غير طبيعيه، وبيصعب عليك قوي البني ادم من كتر اللي بيعمله في نفسه وفي بعضه. يعني هل اقدر اعتبر ان الطبيبه الشرعيه تختلف عن الطبيب الشرعي؟ يعني المراه مثلا تهتم اكتر بالتفاصيل، ودي بتكون من ابرز الحاجات المطلوبه اظن في الطب الشرعي. هي المرأة دايما أذكى من الراجل، دي حاجة معروفة يعني، وأشطر وأسرع. لا هي طبعا الغريب اللي أنا فعلا لفت نظر الواحد، يعني أولا عدد الطبيبات الشرعيات أكبر من الأطباء، السبب في ده أنا معرفش، ولكن كمان الطبيبات عندهم معرفش ليه انترست أكبر، اهتمام أكبر بعلم الطب الشرعي ده. حتى لما طلع كتابي القراء كلهم سيدات بطريقة غريبة، يعني أنا اللي هو الواحد يتوقع البنات تخاف، البنات تترعب، لا بيحبوا قوي يقروا في الطب الشرعي وفي الجريمة وفي مسببات الجريمة والقتل المتسلسل ده، إيه حاجة كانت غريبة يعني.